ده الجزء الخامس، ما هنشوف دلوقتي لو مشيت شوية هيدخلني في كاتسين غيره ولا لأ. أنا شايف إن في جاينت نام على اليمين، أظن أكبر من مارو ده، كذا واحد ولا ميتين تقريبا؟ ميتين، أيوة. طيب دول كتير. أعتقد إن ده جزء مرحامي من اللعبة، المونسترز والمش عارف جريفنز وجاينتس، وأنا بقول أي كلام عشان كنت باصص في الموبايل، سوري. نشد ايده مع بعض؟ مش هنشد ايده مع بعض؟ لازم من هنا يعني؟ لا اله الا الله. هنزقها كمان؟ ايده ضعيفة اوي على ان هو يروح حرب يعني. Do you even lift, bra? الكائنات اللي على اليمين دي فولتشرز، دي اسمها ايه بالعربي؟ حداية، جماعة حداية، ايه حدايات مش عارف. المهم يعني مش عايزين ياكلوني يعني ولا تطلع لي ازاي؟ يس. مش مصدق ان جريفن مات يعني. يعني انا طلعته من القفص عشان اقتله. حتى الرجاله دي شكلها تبقى حلوه. وي في تحت، في تحت حاجة بتحصل. أعتقد بقية السولجرز اللي محاربوش، الجنود. حلو فشخ. برضه يا جماعة المفروض ان انا مش بشتم في الفيديوهات بتاعتي، واللي بيضايقه كلمة فشخ يقول عشان ما اقولش فشخ تاني. اهم حاجة تكونوا مبسوطين فشخ. روش اوي يعني. عادي بهرش في شعري ورجل على رجل عشان اتفرج على الناس وهي بتقتل في بعض. كل الناس دي ميتة، مفيش حد عايش. فاكس.
اللي هيحصل دلوقتي شكله هيبقى حلو فشخ. اوكي ايوه بام. ليه ما فيش بام؟ اها بام. امال هنا في ايه؟ طيب انا افتكرت ان هيجيلي دلوقتي عمالقة يفشخوا الناس اللي تحت. دماغي بتروح بعيد اوي، معرفش ايه، هو متوقع كتير من اللعبة تقريبا. يا ترى ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ والناس دي كلها بتعبد كان كبير وبيعملوا sacrificing لحاجة على 4 رجلين تقريبا، الكلب مش عارف. انا قلت لونا ده هيفيدنا في حاجة. بس يا وليه هيعرفوا ان انا هنا. يمكن اللعبة الوحيدة غير دي اللي كنت طايق الكلام اللي ملوش معنى فيها هي اوكامي على بلاي ستيشن 2 و اتش دي على بلاي ستيشن 3 وعلى الوي اعتقد. غير كده موضوع ان الكلام ما يتفهمش ده بيستفزني. اهو جليتشز، ايه اللي حصل؟ طيب ايوه الموضوع ده ما يفيدنا. يا ولاد العبيطة. No shit, Sherlock.
المفروض كنت اقفل ولا عادي؟ تقريبا عادي، نكمل عادي. فاكر ان انا عندي بكرة شغل. طب بصي لي. طيب مش هناخد البتاع اللي بنجدد بيها دي؟ في اصلا رشقة هانم جاية معانا. ايه طب اعمل ايه؟ الجرافيكس فشيخة بجد، الألوان والمية مع ان المية هنا احسن من المية اللي كانت لما كان في دياب وكده، بس غريبة. وفي تحت سمكة كبيرة فشخ. انها حقا لعبة ملحمية. Flying Orca. المفروض ابعد عنها. الحمد لله. ما كنتش خايف خالص. يلا يا ابني انت وهو. اعتقد انها كانت شكلا بس، ولا هي لسه تحتي؟ هي لسه تحتي؟ ما كذا واحدة. interesting. الموسيقى دي بتفكرني بحاجة، بجيم تانية. زي ميرورز ايدج شوية في الحتة اللي فيها بيانو او رجالة. عاش. إذا فلطة بتحصل. ما تنط يا ابني. اللي حصل ده. استنى يا بنت الحلال.
سلحفة مقلوبة. جابلك بنتك ما تقلقيش. ايه اللي حصل ده؟ I love bugs. بس انا عايز انقذ ال انا المفروض بسحبها لمكان ما. اكيد مش هطلع عليها صح؟ عشان هيبقى غلط قوي. ولو اديها لامها. Let's see. Oh yeah. فوت في واحدة كمان في مكان ما هنا. خلاص ايه؟ اوكي. طب ايه؟ طب ليه ما ينفعش اخوي يساعده عشان ننجز؟ ياي خلي بالك من عيالك. المفروض اعمل ايه؟ راحت فين بنت اللذين؟ اوكي مع انها اختفت فجأة. اللعبة دي فيها حاجات يعني غريبة اوي. شجرة عايزين فاس منشار of course. Sorry. فهمت خلاص. جاية؟ الست ما بقى لهاش في اللعبة 5 دقايق واتكلمت أكتر من الولدين مع بعض. خلاص. Women. خلاص. دراس. إيه؟ طب طالما جامدة فشخ اتقفشت ازاي؟
الجرافيكس فشيخة فشيخة. حاسس ان الفيديو ده طول فشخ. ما انا قلت فشخ كتير فشخ. ايه اللي بيحصل ده؟ فعلا محدش عايز يعلق. يخرب بيتك. اها او لا والله. اوكي وي مش هتزحلق. طيب انا لسه واخد بالي ان ده واحد مختفي. امنيجيا. هاو اي ميس يو. واللي بيحب اللعب الرعب وما لعبش امنيجيا انصحه يلعبها. انا عن نفسي ما خلصتهاش عشان مش راجل. اوكي مين اللي هيفتح الباب؟ مش اوكي شكرا. كم ده فشخ. انت فين؟ طب يلا. من الحاجات اللي خدت بالي منها برضه الضلة ساعات بيبقى فيه غلطات بس مش حاجة كبيرة قوي. واللعبة زي ما قلت العيب الوحيد فيها لغاية دلوقتي ان البازلز شوية ساعات بتبقى سهلة وان الكنترولز صعبة جدا جدا جدا. مثال العار. جامد فشخ النفس بتاع العملاق ولا ايا كان الكائن. الساعة 12:05 وأنا هصحى الساعة 6 وأنا حسن فشخ. الضلع على الشمال ده اللي أنا قصدي عليه تحت على الجبل شكلها غريبة أوي. وطبعا أنا موت نفسي بالقصد عشان أوريكوا يعني. خلاص؟ أوكي. تعالى كده عشان ما نعرفش ممكن تقع من هنا ولا لأ. استخبوا.
عارف من مش شايفه من فوق يعني. بس جامدة فشخ نون دلس يعني. اتقفشنا. واو طيب واضح ان الجزء ده مش هيكون سهل خالص. انا لو منهم ما اقفش كده لان احنا مش شايفينه. انا نباتي. معلش يا جماعه تافه قوي. اوكي ايه اللي حصل ده؟ نوت بس دلوقتي انا عايز اقفل الفيديو وابدا فيديو جديد. بس هستنى اشوف لو في ترانزيشن دلوقتي ما بين الشابترز بدل ما اعمل اللي بعمله كل مره. تقريبا ما فيش. يس في اعتقد. اللي فهمته ما بدي هي مش عارف مش عارف maybe هو مش مطمن البت دي بس ان كان. اوكي انا هقفل الفيديو هنا وابدا فيديو جديد عشان اعرف اعمل ابلود. سو ده اخر فيديو رقم 5 وبعدها نبدا في فيديو رقم 6.